إلا يا بابا. ما في هلا ما بقدر. حطينا بـ awkward situation. فكنت كتير فوت على التواليت ابكي ما حدا يشوفني. ما قدرت على غيابها. ايه كتير ضايقت لها، رين كانت فلتها صعبة. بس ما حبيت تكسر بخاطرها. ما لازم أب وجه، يعني هني ما بيحبوا، هني كلهم ما بيتصرفوا إنه هني أولادي، ما بيحبوا هالشغلة إنه نحن أولاد فلان يعني منعمل البنايات. لا، بيروحوا على الحياة هني مش أولاد حدا، بيتكلوا على حالهم. بس أنت ليه تفوت على التواليت وتبكي؟ ما بدك تبكي قدام ولا قدام مين مرتك كمان. لا ما بتحب ما بتحب حدا يشوف دموعك. لا. وانت رح تبكينا بهالاسئله. شو بدي اقول له لبابا؟ انه انا بفرنسا كل يوم ببكي. طبيعي. قد ايه ضليتي لتاقلمتي؟ قولي له لتعودتي على غيابه وغيابه. ما تعودت. ما تعودت. ما بتصور رح اتعود يعني. هالقد بتحن. ايه شو هي؟ لما تبكي بتحكيون ولا بتبعدي بتختفي؟ لك قد ايه دمعتك سخية، انت كثير حنونة. كثير هول المواضيع لانه كثير بضايقوني، انا بضلني افكر فيهم كل الوقت وعايشتهم هونيك. يعني العيشة برا مش هينة. اصعب شيء بالعيشة برا هو تكون بعيدة عن اهلك. ما تكون معلقة كثير باهلك. ايه وباخواتي وبعائلتي كلها. شو بتعملي لما تحسي هيك؟ يعني لما تروح عجقة النهار وتكوني وحدك بالبيت هيك وتحسي حالك وحيدة؟ بجرب اقول لحالي قد ما فيي ما حس هيدا الشعور. يعني انا بلبنان ما بتحسيه، انه بلبنان عايشه مع عائلتك. اذا يعني ما بتقعدي لحالك كل الوقت، في قصص تلهيك بتقعدي معهم. استحقيتيها برا. ايه لكن ما بنضم على خياري، مع انه بابا اول ما لقيت شغل هونيك قال لي بقي هون بدفع لك اكثر. قلت له انه بدي اتعلم، بس انه بدي اجرب هلا بالمصاري دائما. لا بس ما بس انه لا بس انه كان يعني بتصور كان عم يجرب يقول لي قد ايه هو مضايق كمان بمحال. بس انه انا كنت اخذ قرار انه بدي اجرب اتكل على حالي. فهلا ما بندم ابدا لانه تعلمت كثير، وبتصور ما كنت قدرت اطور شخصيتي ويصير عندي ثقه بنفسي قد ما عندي هلا لو اتكلت عليه بكل شيء. ففلت لهونيك وانه اضطر انه جلي ونظف واعمل اكله وغسل غسيلات وعمل كل شيء لحالي. كمان علمتني كثير بالحياه. يعني هلا بمحل بقدر كثير قد ايه غنجونا، بس كمان بقدر كثير هالاكسبيرينس اللي عشتها برا لانه علمتني. في شيء مره فتحتوا فيديو كول وبكيتوا اثنيناتكم فيه؟ لا ما اثنيناتنا بنجرب بتصور ما ناذي بعض، انه نحسس بعض انه احنا مضايقين من هول القصص. يعني نخفف عن بعض. يعني اهلا وسهلا فيكم وعائله كثير. هي استشهاد محمد يومتها، بس ما حكينا مع بعضنا. اجوني دغري يعني ليلتها هي وهادي